أعلنت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون عدم استبعادها أن تقدم بلادها طلبا أو تقدم بلادها طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الأزمة الأوكرانية. وقالت أندرسون في مقابلة تلفزيونية إن بلادها تجري تحليلا معمقا للإمكانات المتاحة أمامها والتهديدات والأخطار المرتبطة بها لاتخاذ القرار الأفضل للسويد. ورفضت السويد سابقا الانضمام إلى أي حلف وهي رسميا غير منحازة عسكريا، فيما تعارض موسكو بشدة دخول السويد وكذلك فنلندا في حلف الناتو.